السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمة. يلا بينا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله أعزائي الطلاب هنكمل مع بعض theme number 3 protecting our planet unit 3 energy and fuel، وهناخد مع بعض النهاردة تكملة concept number 1 devices and energy، وهنشوف activity جديد هو activity number 7 في lesson 3 بعنوان the conservation of energy أو حفظ الطاقة، إن إزاي الطاقة مش بتفنى أو مش بتنشأ من الفراغ بس إنها بتتحول من صورة لصورة تانية. أظن خدنا حاجة مشابهة قبل كده. في بداية الأكتيفيتي بيديك بريلود أو تمهيد بسيط، بيقول لك look at the opposite pictures زين بالترو أور فولس، وضع علامة صح أو علامة خطأ. إن ذا جيتار يعني لما واحد يجي يعزف على الجيتار أو أي آلة موسيقية من اللي بتستغل بالأوتار أو الآلات الوترية دي، العود أو الجيتار أو كده، بيقول لك sound energy is converted into kinetic energy، يعني طاقة الصوت هي اللي بتتحول لحركة. هل أنت شايف إن الصوت هو اللي بيتحول لحركة، ولا عازف الجيتار لما بيحرك إيده بيطلع صوت؟ يبقى الموضوع مختلف تماما، ده عكس اللي هو بيقول عليه، يبقى خطأ تماما. المفروض العكس، ان لما عازف الجيتار يحرك ايده كده او يهز الاوتار دي بصوابعه كده، الاوتار ده هتتحرك، الكينيتك انرجي هتظهر، فالاوتار هتتحرك تتذبذب بسرعه كده، والفراغ اللي وراها في الجيتار هو اللي هيخلي الصوت ده يكبر او الاهتزاز بتاع الصوت بتاعها يظهر ويتحول لساوند انرجي. يبقى اول نقطه دي خطأ. السؤال الثاني بيقول لك the chemical energy stored in the body of the boy اللي هو الشخص اللي بيعزف الجيتار جوه جسمه طاقة كيميائية أو energy، ماشي؟ لأنه هو واكل ولأن جسمه فيه دهون مخزنة وكده. بيقول لك هل الطاقة دي بقى هي part of the energy conservation، خلاص، أو عفوا of the energy conversion يعني في تحول الطاقة، when playing the guitar لما بيجي يعزف الجيتار، يعني هل هو طاقته الكيميائية دي اللي في جسمه لها علاقة بأنه بيعزف الجيتار؟ طبعا لها علاقة، لأن الشخص ده مع عزفه الجيتار إيده بتتعب وبتجهد وممكن إيده تقعد تترعش كده لو قعد يعزف مدة طويلة، يعني ده معناه أن طاقة جسمه اللي جوه بتستنزف وبتستهلك وهو بيعزف الجيتار. ما ينفعش نقول أن طاقة جسمه الداخلية ما تأثرتش، وممكن تلاقي العازف بعد ما يعزف مقطوعة معانا ياخد استراحة شوية ويقعد يعمل تمارين لإيديه كده، فخلي بالك أن الطاقة بتاعت جسمنا بتستهلك في عزف الجيتار، يبقى ده صح برضه، خلاص، لأن الطاقة اللي جوه جسم الولد أو الشخص اللي بيعزف is a part of the energy conversion، تحول الطاقة when playing the guitar لما بيجي يعزف على الجيتار، خلاص يا ولاد. بعد التمهيد ده أو البريلود ده بيقول لك بقى في الشرح اللي بعدها in the previous lessons we have learned that energy can be transformed from one form to another، يعني احنا عرفنا أن الطاقة ممكن تتحول من صورة لصورة تانية أو من حالة لحالة تانية، والأساس بتاع الطاقات كلها في العالم كله هي الصن أو الشمس، وأن طاقتها بتدخل في النباتات وبتدخل في الأرض وبتدخل في الهواء تخلي الهواء يتحرك، وهي اللي بتدي الطاقة لكل الإيه؟ الأجهزة والديفايسز اللي احنا بنستخدمها تقريبا، اللي بنجيب الطاقة بتاعتها من الباور ستيشن اللي هي بتحرق الفوق الكويل او الفحم، يعني خدنا الحاجات دي قبل كده. وبعد كده بقى بيقول لك ناو ليتس ستادي سام اكزامبلز اوف انرجي ترانسفورميشن او تحولات الطاقه الثانيه، ونشوف بقى هل في طاقه فعلا بتضيع ولا هل الطاقه بتحفظ، اللي هو قانون حفظ الطاقه اللي احنا قلنا عليه. فيعني كل ده بقى هنتعرف عليه، وزي ما تقول ان هو بيفهمك ان لما الطاقه تتحول جوه اي حاجه او من حاجه للثانيه، لو انت افترضت ان السيستم بتاعك نظام ايسوليتد او معزول يعني ما فيش طاقه هتهرب، تقدر تقول ان الطاقه كلها لازم تعرف هي اتحولت من ايه لايه، يعني ما فيش جزء من الطاقه هيختفي او ان انت مش عارف هو راح فين، لا الطاقه محفوظه. يعني ايه الطاقه محفوظه؟ او الاكتيفيتي ده عايز يقول لك ان لو انت دخلت مقدار من الطاقه معين هيطلع المقدار ده برضه بس في صوره ثانيه، في شكل ثاني من الطاقه، لكن مش هيضيع ولا حاجه. هو ده مقصود بكلمه conservation of energy او قانون حفظ الطاقه، ان الطاقه لما بتيجي ايه؟ تتحول او تشينج فروم وان فورم تو انذر، في جزء منها بيضيع في صوره حراره، بس لو افترضنا ان احنا حسبنا ضاع قد ايه، والباقي مثلا في الغساله اللي انت شايفه قدامك بيتحول لكاينتيك، لو حسبنا برضو قد ايه هتلاقي في النهايه هو نفس المقدار، يعني ما فيش حاجه، ما فيش طاقه اختفت، هي بس اتحولت لصور كتير، خلاص يا اولاد. وزي ما انت شايف الشمس هي المصدر للطاقات دي كلها، واللي بتدينا الكهرباء واللي بتخلينا نحرك كل حاجه او نشغل كل حاجه.
ومع اختلاف بقى تحول الطاقة وتغيرها جوه الأجهزة المختلفة نقدر نطبق المبدأ ده عليهم، بس عيد لك تاني بشرط ان يكون النظام او الحالة او المثال اللي انت بتدرسه نظام isolated معزول، بمعنى ان مفيش حاجة تضيع الطاقة او انت عاملها مصمم التجربة بطريقة ان مفيش طاقة هتضيع او انا معرفش احسبها، او بخار مثلا مية يتبخر وياخد شوية طاقة معاه فانا معرفش الطاقة راحت فين، يبقى لازم تكون حافظ الطاقة او قافل على الحاجة بحيث مفيش طاقة تضيع منك خلاص. وهيبدأ يديك بقى مثال على الحكاية دي، فبيقول لك الشريحة اللي قدامك energy chain while riding a bike، يعني انت لما تيجي مثلا تركب الدراجة بتاعتك هل في سلسلة طاقة او تحول طاقة بيحصل؟ طبعا، وسلسلة الطاقة اللي بتحصل بتبدأ من الصن، بس هو طبعا ما جابهاش من البداية خالص. احنا قلنا الدروس اللي فاتت ان الصن هي اللي بتديك طاقة وبتدي للنباتات طاقة، النباتات تعمل فوتوسينثيس بروسيس وتحولها لكيميكال انرجي في صورة شجر، وانت بعد كده تاخد الشجر ده تاكله، هو بدأ من الخطوة دي او لقاء. when you eat the chemical energy stored in the food تمام provides your body with energy، ده هيدي لجسمك طاقة. يبقى خلي بالك هو بدأ من الحكاية دي من الخطوة الثالثة تقريبا. بعد كده بقولك بقى when you ride your bike، لما بتيجي تركب الدراجة بتاعتك and push the pedals وبتضغط على البدال بتاعها، الكيميكال انرجي دي is converted into kinetic energy، هتبدأ تتحول معاك بالتدريج لطاقة حركة. يبقى انت بتدفع البدال كده برجليك الاثنين او ساعات برجل واحدة، المهم ان في النهاية الطاقة دي تتحول لكينيتك انرجي او طاقة ايه؟ او طاقة حركة ماشي. وطاقة الحركة دي او الكينيتك انرجي اللي انت اديتها من رجليك للبدال هي اللي تحرك العجل كمان، يبقى انت حركت رجليك، البدال اتحرك، الكاوتش اتحرك بتاع العجل، يبقى هي كلها كينيتك انرجي في بعض في الخطوة التانية. الخطوة التالتة بقى بيقول لك ان في بعض الكينيتك انرجي اللي هي في الكاوتش اللي بتحرك ده بتضيع في صورة حرارة مع الاحتكاك او الفريكشن مع الارض او الرود، يعني خلي بالك في طاقة هي بتضيع برضو او بتتحول لصورة تانية من صور الطاقة، وساعات يعمل شوية صوت كده وهو والكاوتش بيتحرك في الطريق بحيث ايه يعرفك ان في ساوند انرجي برضو بتضيع، في ثيرمال انرجي بتضيع. لو انت حسبت بقى الطاقة اللي بتضيع دي قد ايه هتلاقي انها تساوي مجموع الطاقات اللي طلعت هي نفس الطاقة اللي دخلت، يعني مفيش طاقة هتضيع ولا حاجة، او هي بس هتتحول من صورة لصورة ايه لصورة تانية. الفيديوهات بقى اللي جايه دي او الصور اللي جايه دي بتبين لك الحكايه دي بالتفصيل. انت لما بتاكل اي اكله بتكسرها بسنانك زي ما انت شايف كده، واللعاب يشتغل والانزيمات تشتغل، وبعد كده هتبلع الاكله ديت تنزل في الجهاز الهضمي بتاعك في المريء تمام او الاسوفجاس، بعد كده هتمشي تنتقل بالانقباضات العضليه المختلفه هتوصل لحد الايه المعده او الاستومك وتكمل عمليه الهضم. مهم ان الجهاز الهضمي في النهايه كل ده بيجزأ الاكل لقطع صغيره او حبوبات صغيره علشان يتم امتصاصها والدم يقدر ياخدها ويوزعها على كل خلايا جسمك بعد كده. يبقى خلي بالك ان هدف الهضم الاساسي هو انك تكسر الاكل لحتت صغيره. طيب كل ده جوه جسمي، انا اكلت الطاقه الكيميائيه في السكر وفي الاكل، والمراحل دي كلها بتحصل جوه جسمي. ايوه بعد كده طبعا الاكل هو بقى اتهضم خلاص ماشي في الامعاء، وهيتم انتقال الغذاء اللي فيه للدم اهو، ده الغذاء والعناصر الغذائيه السكريات والبروتينات والدهون هتبدا تعدي في الدم اهو وتدخل جوه جسمك، وخدنا الحاجات دي كلها في الترم اللي فات. بعد كده الدم ياخد المواد دي كلها ويبدا يمشي ويوزعها لجسمك كله ويديله المواد المفيده دي، ويدي الخلايا اهو عمال يدي الخلايا المواد المفيده وياخد الفضلات وثاني اكسيد الكربون والمواد الضاره، فالخلايا بقى دي خلاص خدت المواد دي وتبدا تاخد الطاقه الكيميائيه اللي في السكر وتنتج حراره وتنتج تعمل انقباضات وانبساطات كده في العضلات فتحولها لكينيتك انرجي زي ما انت شايف كده. يبقى الطاقه اللي احنا شغالين بيها هي الطاقه الكيميائيه اللي في الاكل، زي ما يكون الاكل والبطاريه بتاعتنا، وبعد كده انت بتحول بقى الطاقه دي الكينيتك انرجي في رجليك، ورجليك تنقل الكينيتك انرجي للبدال، والبدال ينقل الكينيتك انرجي للعجله او العجل اللي بيتحرك، والعجل زي ما انت شايف بيعمل احتكاك مع الارض وبتحس ساعات انه مش عايز يتحرك لان في لازم يبقى في فريكشن بينه وبين الارض، وساعات يسخن نتيجه الدوران السريع وانه عمال يخبط في الارض ويحتك في الارض اهو زي ما انت شايف، فبيدي ثيرمال انرجي. في اشخاص طبعا بيعملوا من الرياضه دي تحديات او دي اصغر دراجه في العالم، في واحد بيتحدى ان هو قدر يركبها يعني، بس ده مش موضوعنا. وده الاحتكاك بقى زي ما انت شايف، شايف الحراره خلت المطاط بتاع الكاوتش يطلع دخان كده كانه هيتحرق، يعني ده معناه فعلا ان الفريكشن فورس بتدي هيت انرجي او ثيرمال انرجي خلاص. برضو حتى يعني الكاوتش بتاع العجله هو مش هيطلع دخان ولا حاجه، بس في فريكشن في احتكاك ماشي. يبقى احنا كده خلصنا تحول الطاقه في رايدنج ذا بايك. هو قصده ايه بقى؟ قصده ان تغير الطاقه اللي فات ده، لو انت حسبت الطاقه اللي انت كلتها في الاكل كانت كام سعر حراري، وجمعت الطاقات اللي طلعت في صوره كاينتيك انرجي وفي صوره فريكشن فورس، هتلاقي في النهايه ان مجموعهم نفس المقدار اللي انت كلته،
يعني ما فيش طاقة هتضيع ولا حاجة، هي الطاقة بس تحولت من صورة لصورة وخلاص. هو ده معنى كلمة قانون حفظ الطاقة. قانون حفظ الطاقة معناه الطاقة مش بتضيع ولا بتنشأ من الفراغ، بس بتتحول من صورة لأخرى زي ما هناخده بعد كده. أهو بيقول لك أهوت، ممكن نلخص الشكل اللي فات. The following diagram shows the energy chain of the previous example. بيقول لك إن الكيميكال إنرجي in the food changed into kinetic energy in your body. تمام، المفروض إن في شوية thermal energy هيضيع، بس هو ما قالش عنهم حاجة. وبعد كده converted into thermal energy in the fraction A force when you ride the bike. وبتتحول كمان لكينيتيك انرجي ان البايك نفسها تتحرك يعني، بس هو ايه ما جابهاش برضه. هو كل اللي كتبه ان في شوية طاقة هتضيع في صورة ثيرمال او حرارة. تمام يا ولاد، يبقى يعني زي ما تقول بيبصص للسلسلة من منظور معين علشان يربطها بعد كده بقانون حفظ الطاقة. هناخد دلوقتي برضو المثال الثاني، سلسلة تانية خالص من سلاسل الطاقة، وهي بيقول لك الانرجي تشين when you light bulb when the light bulb is switched on، يعني لما تشغل اللمبة اللي على مكتبك او اللمبة اللي في الأوضة او اي حاجة. طبعا برضو دي مش بدايتها الفعلية، بدايتها الفعلية برضو ان الصن والشمس دخلت في النباتات، النباتات عملت كيميكال انرجي، بنت الود او الخشب، الخشب ده اتدفن في ملايين السنين وعمل كويل او فحم، الفحم ده احنا خدناه في محطات توليد الطاقة في الانرجي او الالكتريك باور ستيشنز، وبعدين نحرقه فنحوله للثيرمال، الثيرمال يتحول بعد كده لكاينيتيك، الكاينيتيك يدي الكتريك، الالكتريك تمشي في الاسلاك تدخل في اللمبة. يعني خلي بالك هو السلسلة كبيرة قلناها قبل كده، لكن احنا هنبدأ من الخطوتين دول، ده اللي يهمنا. هو بيقول لك اهو when you turn on the light bulb the electric energy that goes through the electric wires is converted بتتحول into light energy which reaches the bulb اللي هي ايه، او لما الكهرباء دي توصل للايه للبلب او اللمبة. لكن في حاجة، في جزء من الطاقة هيحس هيضيع في صورة حرارة. لو انت لمست اللمبة بايديك هتلاقي ان في حرارة بتضيع. اذا انت جمعت الضوء والحرارة وحسبتهم هتلاقي مقدارهم قد مقدار الكهرباء اللي داخلة جوه اللمبة، يعني برضو طاقة محفوظة عادي. هقول لك اهو if you put your hand near the light bulb you can feel heat comes out of the light bulb، هتشعر بان في حرارة طالعة من الايه من اللمبة دي. ماشي يا اولاد. وبعد كده بيقول لك because بسبب، لو قال لك give reason يعني قول لي because some of the electrical energy is also converted into thermal energy، في بعض الطاقة الكهربية تحولت لحرارة. ماشي، يبقى خلي بالك انت بقى لو جمعت الطاقتين دول اللايت والهيت والثيرمال وحسبتهم مقدارهم قد ايه وحسبنا الطاقة الكهربية اللي داخلة جوه اللمبة هتلاقي بالظبط الاتنين يساوي بعض، على فرض ان احنا ما ضيعناش طاقة في اي حاجة تانية او ان الطاقة محفوظة. وجيب لك بقى انواع واشكال من اللمض كتيرة جدا ومختلفة وكلها برضو بتسخن، خلي بالك لان السلك اللي جواها ده اللي انت متعرفوش بقى ان السلك اللي جواها ده من مادة اسمها التنجستين او معدن معين. المعدن ده نتيجة ان هو بيمشي فيه كهرباء مقاومته عالية للكهرباء، يعني مش عايز الكهرباء تمشي فيه، فيبدأ يسخن وينور كأنه عايز يسيح، بس هو الميلتنج بوينت بتاعته عالية فمش بيسيح ولا حاجة، فنتيجة التوهج بتاعه ده بيحمر كده. فاحنا بنشوف هي دي اللمبه، يعني فكره، يعني خلي بالك ان الاساس عندك هي الثيرمال، ان انت بتسخن سلك التنجستين لدرجه ان هو بيحمر كده كانه هيسيح فيقوم مطلع لنا نور. يعني الاساس عندك الثيرمال برضو، فما تستغربش يعني ان اللمبه بتطلع حراره، لا ده طبيعي جدا ان فكره شغلها كله قائم على تسخين السلك ده. وزي ما انت شايف كتير جدا من الحيوانات بياخد بالهم ان في حراره كده طالعه من اللمض وبيقف تحتيها بيتدفى، وانت نفسك لو لمست اللمبه لو شغاله مده طويله ساعات اللمض بتسيح من الحراره، لو انت نسيتها اي فتره طويله زي ما انت شايف كده حتى اللمض اللي بتسخن. امال هم بيعملوا لها فتحات تبريد كده تحت ليه؟ علشان تعمل تهويه. يبقى خد بالك ان طبيعي جدا اثناء تشغيل اي لمبه ان يطلع شويه حراره، هي دي فكره عملها اصلا، فكره شغلها كده. ماشي يا اولاد. بعد كده الشريحه اللي بعد كده جايب لك بقى تلخيص للخطوتين دول، بيقول لك ذا فولوينج دياجرام شوز ذا انرجي تشين اوف ذا بريفيس اكزامبل، الالكتريكال انرجي ان ذا الكتريك واير بعدين كونفرتد تو لايت انرجي اند ثيرمال انرجي ان ذا لايت بالب في المصباح الكهربي. يبقى خد بالك الموضوع دي بتدي لدي على طول، سلسله كامله متكامله ورا بعض خلاص. وما ينفعش ان احنا نقول ان مفيش حراره زي ما اتفقنا، لان سلك التنجستين زي ما انت شايف سخنته هي اساس اخراج الايه الضوء بتاعه. تمام يا اولاد، يبقى خد بالك برضو من السلسله دي. وانت بعد كده هتاخد بقى ازاي تحسب الطاقات دي كلها، وازاي ان انت تجمع الطاقات اللي داخله وتجمع الطاقات اللي طالعه، هتلاقي الاثنين قد بعض لو انت اشتغلت بعيد لك تاني اهو على كلوزد سيستم او ايزوليتد سيستم، مفيش ولا ماده بتطلع ولا طاقه بتطلع. يعني زي ما اكون جبت اوضه كده حطيت فيها اللمبه وحسبت درجه حراره الهواء اللي حواليها
بحيث انها اي طاقة طالعة من اللمبة ما تخرجش الهواء ما تضيعش ما تتحولش لأشعة تحت حمراء ما تهربش مننا فنيجي نقول لها هي الطاقة راحت فين. لا احنا عايزين نظام معزول isolated system علشان نبدأ نثبت قانون حفظ الطاقة اللي هو عايز يقوله او اللي هو هيقوله. هو هنا بقى بيقول لك بقى from the previous examples we can conclude that من الأمثلة اللي فاتت بقى زي ما انت شايف كده هنستنتج ايه ان energy can be changed from one form to another where the new energy cannot be created from nothing. يعني الطاقة الجديدة light energy مثلا اللي طالعة من اللمبة ما ينفعش تظهر من الفراغ لازم كهرباء تتحول لضوء. يبقى and the old energy الطاقة القديمة زي الكهرباء مثلا اللي داخل اللمبة does not disappear مش هتختفي but is it changed from one form to another او من صورة للطاقة من صورة لصورة تانية. يعني الحرارة اللي طالعة من اللمبة جاية من الكهرباء والكهرباء اللي داخلة في اللمبة مش هتختفي هتتحول لحرارة وضوء وهكذا. يبقى الطاقات بتتحول هي من صورة للتانية. ده اسمه ايه بقى the law of conservation of energy قانون حفظ الطاقة وتحول الطاقة من صورة للتانية بس محفوظة يعني مش بتختفي مش بتنشأ من الفراغ إلا بقى لو أنت مش هنقول اتغبيت لا هنقول أنت ما خدتش بالك فمثلا أنت بتسخن شوية مية في حلة فالبخار عمال يسرق منك الطاقة ويهرب أنت كده مش كلوزد سيستم ما تجيش تقول لي الطاقة راحت فين ما هي راحت في البخار. لكن لو أنت قفلت على البخار ده فحلة البخار زي ما أنت شايف فما فيش ولا بخار هيهرب ولا طاقة هتهرب هتبص تلاقي فعلا الأكل تستوى بسرعة لأن النظام هنا بقى isolated معزول فالطاقة حافظنا عليها واستغلناها كلها في أن الأكل يتطبخ فالطبخ بسرعة أكتر ودرجة الحرارة زادت أكتر وهكذا. يعني لاحظ أن قانون حفظ الطاقة ده زي ما أنت شايف كده في الصورة دي لازم يكون مطبق في حالة الإيه isolated systems الأنظمة المعزولة بحيث أن ما فيش طاقة تعرف تهرب زي الحلل البخار وحلل الضغط اللي بتحبس البخار بالطاقة بتاعته بدرجة الحرارة العالية بتاعته فتلاقي الأكل درجة حرارته علت أكتر من 100 لأن درجة غليان المية 100 فهتعلى أكتر من كده والأكل يستوى بسرعة. القانون بقى قدامك اهو احفظه لي زي اسمك زي اسمك تمام اللي هو قانون حفظ الطاقة. بيقول لك ايه بقى في القانون بيقول لك the law of conservation of energy energy can neither be created يعني ما ينفعش ان احنا نصنعها من الفراغ كرييتد يعني تصنع من لا شيء زي افلام الانمي كده يقوم عامل بايديه كده قدامه يقوم تطلع طاقه كبيره جدا وتدمر. طب جت الطاقه منين؟ ده عبط طبعا ده ما بيحصل في الانمي بس لكن في الحقيقه مش حاجه من دي بتحصل. كان نوت بي كرييتد ما ينفعش تصنع من الفراغ من لا شيء تمام نور ديسترويد ولا تتدمر تماما وتختفي فجاه كانه مش موجود اختفت فانش لا هي بتتحول من صوره لصوره ثانيه. قال لك اهو بات اونلي ها converted تتحول أو changed أو transformed from one form to another من طاقة لطاقة تانية. وأظن خدنا الكلام ده في الترم اللي فات في الكينيتيك إنرجي والبوتنشال إنرجي وخدنا الترم ده في أن طاقة الشمس بتتحول لأي نوع تاني من الطاقات. يعني خلي بالك إحنا عمالين نديك الحكاية دي من زمان حكاية أن الطاقة بتتحول من صورة لصورة تانية فما ينفعش أنها تظهر من الفراغ أو من العدم لا هي بس بتتحول من صورة لصورة تانية. وأظن الأمثلة كتيرة جدا وأشكالها كتيرة جدا ولازم تكون عارفها واحنا عملنا الدرس ده اصلا بتاع الانرجي تشينز او سلاسل الطاقه عشان نبين لك الحكايه دي ان الطاقه بتتحول من دل دي ومن دل دي. بس في حاجه اوعى تخلي لما انا قلت لك قبل كده ان في جزء من الطاقه بيضيع في صوره حراره ويستد يعني ده معناه انك تقول لي لا طب ما الطاقه بتضيع هي مش بتضيع هي بتتحول لصوره من صور الطاقه اللي هي الهيت انرجي وبرده ممكن تتحسب وتعرف ضاع قد ايه لكن برده مش هتختفي هي اتحولت لهيت. فما تجيش تقول هي الكهرباء اللي دخلت اللمبة راحت فين ده مش كلها تحولت لضوء في جزء تحول لهيت ولو حسبته وممكن تستفاد بيه كمان اللمبة دي لو فوق حوض سمك هتدفي الحوض وتسخنه بدل ما السمك يموت من البرد. يبقى خلي بالك برضو حتى الطاقة الحرارية اللي طالعة من اللمبة ممكن استفاد منها وممكن تحسبها فما ضاعتش ولا حاجة هي بس تحولت لصورة حرارة تمام الطاقة مش بتضيع الطاقة بتتحول من صورة لصورة تانية. وفي الآخر بيقول لك بقى check your understanding but true or false when you ride a bike some of the kinetic energy is converted into thermal energy due to the friction between tires and road. يبقى طبعا صحيح لأن في جزء من الطاقة بيضيع في الاحتكاك لكن ممكن نحسبه برضو عادي. السؤال الثاني بيقول لك electrical energy is converted into light energy and sound ركز على كلمة sound energy when light bulb is switched on. هي اللمبة ممكن تكون بتزن زنة خفيفة دي لو كانت بتبوظ أو بايظة لكن الطبيعي إن مفيش sound الطبيعي إن في thermal الأساسي عندي إيه thermal حرارة حتى لو في شوية صوت بسيط زنة خفيفة كده ما تحسبش مش في كل اللمبة تمام. يبقى ده خطأ المفروض يشيل كلمة sound ويكتب بدلها thermal وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده.
بعد كده يا أولاد هناخد شوية exercises بسيطة جدا على lesson 3، وعايزك أي تدريب يظهر قدامك تحله لوحدك الأول قبل ما تسمع الإجابة. السؤال الأول بيقول لك choose the correct answer from the following، بيقول لك in the electric wire kettle، في الغلاية اللي احنا بنعمل فيها الماء السخنة عشان نعمل الشاي والقهوة وكده. بيقول لك the electric energy is converted into نقط energy that can warm، ركز على كلمة warm، تدفئ أو تسخن. The cold water inside it، يبقى هتتحول لطاقة إيه أحسنتم؟ B اللي هي thermal أو heat energy، لأنه قال إيه؟ قال كلمة warm، هي كلمة warm مفتاح الإجابة. السؤال الثاني بيقول لك while playing a guitar، لما تيجي تعزف الجيتار وتحرك ايديك وانت بتعزف الجيتار، نقط انرجي از كونفرتد انتو ساوند انرجي، طاقه الايه في جسمك او اللي انت بتعملها تتحول لساوند. ركز بقى، when you playing a guitar نقط انرجي از كونفرتد انتو ساوند انرجي، هل هي كاينتيك ولا لايت ولا كيميكال ولا بوتنشال؟ في ناس هتقول احنا متلخبطين، نختار كيميكال اللي هي الطاقه اللي جوه جسمنا بتاعه الفود ولا نختار كاينتيك؟ ما تركز، لو انت اخترت كيميكال، هل الكيميكال على طول بتتحول لساوند ولا لازم تتحول الاول لكاينتيك انك تحرك ايديك؟ يبقى الاساس عندي ايه؟ اللي بيديني ساوند على طول هي الكاينتيك، يبقى لازم نختار ايه؟ المفروض ان سي اللي هي الكيميكال تدي الاول كاينتيك اللي هي ايه، بعد كده الكاينتيك تدي ساوند. يبقى الاولى ان انا اختار ايه اللي هي كاينتيك انرجي. مفتاح الاجابه برضو كلمه بلينك، يعني تعزف، انت بتعزف الطاقه اتحولت الى كاينتيك انرجي خلاص نتيجه حركه ايديك دي. نشوف مع بعض السؤال الثالث، بيقول لك inside a light bulb electrical energy is converted into نقط and not energy، يبقى في المصباح الكهربي الالكتريك انرجي بتتحول لايه؟ يبقى نختار الاختيار دي light and thermal او light and heat. تمام. السؤال الرابع بيقول لك when you turn on a light bulb the electrical energy travels through نقط until reaching the bulb، يبقى الطاقة الكهربية هتمشي جوه ايه لحد ما توصل لللمبة؟ يبقى هتمشي جوه الوايرز او الكبر وايرز اسلاك النحاس. السؤال الخامس بيقول لك both of the hair dryer and the electric water kettle produce نقط انرجي، بينتجوا طاقة ايه الاثنين مع بعض؟ يبقى بينتجوا طاقة ثيرمال او حرارية، طاقة حرارة. السؤال السادس some kinetic energy is converted into نقط energy due to the friction of bike tires with the road، يبقى نتيجة الاحتكاك، طالما قال كلمة friction يبقى thermal هتدي حرارة على طول بسبب كلمة ايه friction اللي قالها، هي دي مفتاح الإجابة في السؤال ده. هنشوف مع بعض السؤال الثاني، but true or false there is a stored chemical energy inside the food we eat، يعني في طاقة كيميائية مخزنة جوه الأكل اللي احنا بناكله. طبعا ده صحيح. السؤال الثاني بيقول لك as a result of friction between bike tires and the road kinetic energy is converted into chemical energy، هل هي بتتحول لكيميكال ولا هيت او ثيرمال؟ يبقى خطأ، هي المفروض ثيرمال انرجي، بدل كيميكال نحط ثيرمال. السؤال الثالث بيقول لك when pedaling a bike، لما تيجي تسوق العجلة او تدوس على البدال بتاعها the chemical energy in your body is converted into kinetic، بيتحول لحركة. ده صحيح. السؤال الرابع بيقول لك energy cannot be changed from one form to another، ازاي الطاقة ما ينفعش تتحول من صورة للتانية؟ امال كل اللي احنا بناخده دلوقتي ده ايه؟ طبعا ده خطأ، الطاقة ينفع تتحول من صورة لصورة تانية بمنتهى البساطة، لكن ما ينفعش انها تصنع من الفراغ created، ولا ينفع انها تختفي destroyed او تتدمر او تختفي كأنها مش موجودة. تعالوا نشوف مع بعض السؤال الثالث، write the scientific term of each of the following. A form of energy produced from the electric lamp and affects our eyes، يعني نوع من الطاقة بيطلع من اللمبة وبيأثر في عينينا. هتقولي طيب في نوعين بيطلعوا من اللمبة، طاقة حرارة وطاقة ضوء، light energy وthermal energy، بس الراجل قالك affect our eyes مش our skin، يبقى طالما our eyes يبقى هنكتب على طول light energy أو طاقة الضوء. السؤال الثاني بيقول لك write the scientific term برضو energy can neither be created nor destroyed but only converted from one form to another، دي كانت صيغة ايه؟ صيغة قانون حفظ الطاقة، يبقى نكتب law of conservation of energy، قانون حفظ الطاقة. السؤال الثالث بيقول لك the energy produced يعني تنتج from playing a guitar، بتنتج من حركة الجيتار او تحريك الجيتار، يبقى دي sound energy، sound energy. السؤال الرابع the energy used to play a drum، طاقة مستخدمة عشان تضرب على الطبلة، يبقى انت هتحرك بايديك الدراعات الخشبية بتاعت الطبلة، يبقى انت هتستخدم ايه؟ هتستخدم الكاينتيك انرجي، طاقة الحركة خلاص، يبقى used، لكن لو كان قال produced يبقى هتبقى sound. ماشي يا ولاد؟ هنشوف مع بعض دلوقتي السؤال الرابع، بيقول لك complete the following sentences، اكمل الجمل التالية. when you ride a bike
اي انرجي ستورد ان يور بودي. يبقى من غير ما اكمل كلمه ستورد دي على طول كيميكال انرجي ستورد ان يور بودي از كونفرتد انتو اي انرجي ويتش كوزز ذا بايك تو موف. يبقى طالما في كلمه موف يبقى تتحول لكاينيتيك انرجي طاقه حركه. السؤال الثاني سم كاينيتيك انرجي اوف ذا بايكس او بايسكل is converted into not energy due to the friction. من قبل يعني من غير ما اكمل طالما الفريكشن يبقى على طول thermal او heat energy. السؤال الثالث بيقول لك the electric lamp convert ايه بتحول طاقه ايه الكهرباء طبعا يبقى electric energy او electrical energy into light energy and thermal او heat energy الى طاقه حراره وطاقه ضوء. السؤال الرابع بيقول لك the change of electrical energy into sound energy in the radio is an example that proves the law of conservation of energy قانون حفظ الطاقة ان الطاقة يعني تحولت من صورة للتانية يعني. السؤال الخامس بقى بقول لك energy can neither be created احسنت nor destroyed but only changed او transverse او converted from one form to another. يعني هو هنا بيسألك على ثلاث كلمات في نص قانون حفظ الطاقة فالأفضل أنت تكون حافظ الإيه القانون علشان لو جالك أي سؤال زي كده تعرف تجاوبه. بعد كده عندنا سؤال رقم 5 give reason for اذكر السبب العلمي you feel heat when you put your hand near a lighted electric lamp. ليه بتشعر بالحرارة لما تقرب إيديك من لمبة كهربية شغالة أو منورة؟ هنقول because some of electrical energy that enters the lamp is converted into thermal energy. في بعض الطاقة الكهربية اللي داخل اللمبة بتتحول لحرارة. تمام. السؤال الثاني the presence of a batteries inside a toy car. يعني ليه في بطاريات جوه العربية اللعبة؟ البطاريات دي مش هي مصدر الطاقة الكهربية يبقى لازم نقول كده because batteries is the source of energy where the chemical energy inside the battery is converted into electrical energy that operates the engine of the toy car اللي بتشغل المحرك بتقوي التوي كار وخلاص. تمام. يبقى أهم حاجة إنك تقول في الإجابة إن البطاريات دي هي السورس أو المصدر بتاع الإنرجي بتاع الإيه التوي كار أو اللعبة أو العربية اللعبة يعني. السؤال السادس سؤال واحد بس what happens بيقول لك what happens if you put your hand near the lighted lamp لسه قايلينها بالظبط لسه قايلين هنقول you feel warm because some electrical energy is converted into thermal energy some electrical energy is converted into thermal ايه thermal energy. خلاص يا اولاد. واخر حاجه او اخر سؤال جايب لنا السؤال السابع بيقول لك look at the following figures then complete the following sentences اكمل الجمل التاليه. جايب لك الصوره الاولى بطاريات الصورة الثانية كشاف أو فلاش لايت. بقول لك فيجر نمبر 1 الأولى أو البطاريات اللي قدامك دي convert نقط energy into نقط energy يبقى بتحول طاقة الـ إيه؟ بتحول الطاقة الكيميكال energy into electrical energy. أحسنت. السؤال الثاني بقول لك فيجر نمبر 2 convert يبقى بيحول الطاقة الـ إيه؟ convert نقط energy into نقط energy and نقط energy. يبقى ركز بقى يبقى هنقول بيحول الالكتريكال energy اللي طلع له من البطارية into light and heat energy إلى طاقة لايت ضوء وهيت لأن في لمبة طالما في لمبة يبقى بيعمل الاثنين دول. السؤال الثالث بيقول لك the energy chain that is produced due to the entering figure 1 inside figure 2 and turning it on يعني لما ندخل البطاريات جوه الكشاف ايه سلسلة الطاقة اللي هتنتج. تعال نشوفها بالراحة كده. هنأول واحدة بيقول لك مكتوب تحتها stored in figure 1 يبقى chemical energy stored in figure 1 converted into ايه مكتوب تحتها in the wires convert into electric energy او electrical energy ماشيه في الوايرز في الاسلاك. بعد كده convert into اللمبه بقى بتاعت الكشاف مكتوب تحت الشكل المربع الاخير كلمه لامب لمبه جوه الكشاف يبقى هتتحول جوه اللمبه للايت اند ثيرمال ايه ثيرمال انرجي. خلاص يا اولاد اظن اسئله بسيطه وسهله واتمنى ان انت تكون حلتها كلها صح ولو في حاجه وقفت معاك ارجع اسمعها في الشرح مره ثانيه. أعزائي الطلاب وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم وأتمنى تشتركوا معي في القناة. سعدت وتشرفت بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.